إذن سيداتي وسادتي، أهلا من جديد وبرنامج فيحاء على الهواء عبر أثير راديو الغد، ووصلنا وياكم الآن إلى فقرة ضيف البرنامج. ضيفنا لهذا اليوم قامة فنية عراقية كبيرة جدا، المرسم الصغير هو عنوان ضيفنا الأستاذ خالد جبر كما عرفه الشعب بذلك، معد ومقدم البرنامج، وأيضا هذا البرنامج الجميل الذي كان يختص بالطفولة وبأيضا المواهب الطفولية، والذي رسخ في أذهان عدد من الأجيال ولا زال مستمرا. إذن رحبوا معي عبر أثير راديو الغد بالفنان التشكيلي العراقي الكبير الأستاذ خالد جبر. صباح الخيرات أستاذ خالد، وأهلا وسهلا بيك، نورت. اهلا وسهلا، صباح الخير وشكرا على هذه المقدمة الجميلة جدا. الله يسلمك استاذ خالد، سعداء يعني بتواجدك معنا عبر اثير راديو الغد، وكل المستمعين متشوقين الى سماع اخبارك، ولكن اذا تسمح لنا ننتقل الان الى تقرير خاص بصوت الزميل الدكتور سعد الجبوري، وبعدها معودين مع حضرتك. من منا لا يعرف الفنان والرسام الكبير خالد جبر؟ فله في قلوب شباب العراق ومكانوا أطفالا وصبية حتى كبروا مكانة خاصة ربما لا تضاهيها مكانة أخرى. يوم كان يستعرض هذا المربي الفاضل في برنامجه الشهير المرسم الصغير كل إبداعه الفني الرائع ليعلم أجيال العراق وناشئته مبادئ وأسس وقيم الفن الأصيل، ويزرع تلك المواهب وينميها حتى تكبر براعم أمل تضيء نافلة الإبداع لدى الأجيال، فتشرق شموسا وأقمارا وطبيعة غناء ومعالم فن رفيع تبقى شاهدا على عظمة هذا البلد وتاريخه الضارب في أعماق الحضارات. منذ 15 حزيران من عام 1985 وحتى اليوم يؤدي الفنان التشكيلي المبدع خالد جبر وبمثابرة وإرادة من حديد مهمة وطنية مشرفة من خلال برنامج الريادي المرسم الصغير اللي تولى به تربية وتعليم أطفال العراق أصول الرسم وأسسه، منطلقا إليهم في المدارس والحدائق والشوارع. ومثل ما هو متوقع وبدلا من أن يسجل اسمه في لوحات الشرف ويكرم، ألف مخطوطة كتاب اسمه المر سم وسنوات الحنظل، ويعني به المرارة والسم الذين تجرعهما من أنصاف المتعلمين من المسؤولين، شفت الضيم والظلم كما يقول هو بلسانه. المبدع الكبير الفنان التشكيلي خالد جبر من مواليد الحبانية عام 1954، وحصل على دبلوم في الرسم وعضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو جمعية التشكيليين العراقيين، وأيضا حاصل على عضوية نقابة الصحفيين العراقيين وجمعية الخطاطين العراقيين. شارك في عدة معارض داخل وخارج العراق، وله عدة أعمال في هولندا وإنجلترا وأمريكا. يعد ويقدم برنامج تلفزيوني لتعليم الرسم في تلفزيون العراق منذ عام 1985، كما يعد ويقدم برنامج البعد الرابع الفن من عصر الكهوف إلى الفن الحديث في قناة السومرية الفضائية، وهو أيضا مسؤول صفحة فنون تشكيلية في جريدة التآخي ومدرس لمادة الألوان في معهد الفنون الجميلة، ومن مؤسسي جماعة الكونتراس الأربعة. له معرضين شخصيين، الأول عام 85 على قاعة الرشيد، والمعرض الثاني كان عام 1987 على قاعة النصر. شكرا للزميل الدكتور سعد الجبوري على هذه يعني المقدمة الجميلة وكلام عن الأستاذ الكبير خالد جبر. عودة مع ضيفنا النجم العراقي والذي سطع معنا اليوم ونورنا بنوره الأستاذ خالد جبر، أهلا وسهلا بك مرة ثانية أستاذ خالد. يا أهلا وسهلا. الله يخليك أستاذ خالد، يعني متشوقين نسمع أخبارك وأيضا كل جمهورك ومستمعين راديو الغد وكل العالم يسأل عن خالد جبر، أخبارك اليوم، صحتك، أمورك؟ أنا ما زلت أرسم، يعني صحتي حقيقة تتعلق دائما بالرسم. أنا أرسم وأفكر وأنجز لوحات فنية، إذا صحتي جيدة. إنه حقيقة أتخذ الآن سياسة الصمت والنطق والحديث مع اللوحة الفنية أفضل من أشياء أخرى،
الحمد لله والشكر أنا ما زلت أرسم وصحتي جيدة جدا، وشكرا على هذا التقرير الرائع جدا. تستحق الأكثر وأنت نجم كبير أستاذ خالد. أيضا حبيت أسألك عن المرسم الصغير، برنامج إحنا صغار نتذكره وخلانا يمكن حتى نحب الرسم، وكبر يعني كبرنا وإحنا فنانين نتذكر الأستاذ خالد شلون كان يشوقنا باللوحة وشلون علمنا على الطبيعة وطلعنا، ويعني هذه الأيام الجميلة. اليوم سر نجاح برنامج يعني 30 عام وهو على نفس النجاح، ليس المرسم كان للصغار فقط، ولكن كانت هناك متابعة حتى الأهلنا بهذا الموضوع. حدثنا عن سر خلود البرنامج ونجاحه. شوفي أنا كنت حقيقة في البداية أنا صحفي، أجري لقاءات مع فنانين باستمرار. في أحد المرات كان لقاء مع رئيس قسم برامج الأطفال الله يرحمه اسمه طارق الحمداني، فأثناء الحديث وياه وجدت عدة 12 برنامج من ضمنها سينما الأطفال، هيا نلعب، 1 2 3، قرقوز للفنان الرائد طارق الربيعي وأنور حيران، فعنده 12 برنامج. قلت له أستاذ ليش ما نسوي برنامج عن الرسم؟ قال شلون احنا نسوي برنامج؟ ما نقدر، لا يمكن واحد يعلم رسم. قلت له انا رسام وممكن اختبرني. فقال اوكي تعال يوم الخميس وعطيني الفكره وخلنا نتوكل على الله. بالفعل انا كتبت البرنامج وسميته المرسم الصغير وعديت حلقه كامله. فاجيت وحقيقه كان يوم الخميس ذاك الوقت كان يوم عاصف شراب جدا ومعي اطفال. مهووبين بالرسم. فسجلنا حلقة في استوديو 6 تلفزيون بغداد. يبدو المخرجة كانت الشغل ما عندها رغبة يعني قطعت نص البرنامج وقالت يلا خلص الوقت اطلعوا برا. فما قبلت يعني شلون أطفال وياي وبعد نسوي لقاء وياهم. فأصرت يعني ذاك الوقت رحت الأستاذ طارق حددني موعد يوم السبت اليوم وراء بيومين. بس حقيقة رجل كان مخلص وطني حقاني مقبل عليها أطلاقا، بل تم نقلها إلى غير قسم. على كل حال أنا شو الدعوة أجيها الثاني يوم مع يوم السبت مع غير أطفال. قالوا إحنا سمعنا مخرجة صيح وتعيط وقلبت الدنيا بعد ما نجي وياك هاتف من الأطفال. نعم حقهم ثلاث أطفال موهوبين وياي فخلوا مخرج. نعم المخرج مشى وياي بالشركة حاقد، قال لي أنت بسبب زميلتك نفسك من القسم وتعاقبت وتيت حضرتك نسوي لك برنامج فلوس. فما قبلت، قلت يا أخي هو برنامج الأطفال يعني هل كان استصغار للأطفال لو شنو الموضوع يعني؟ يعني لأنهم يعني أطفال، لأنه البرنامج يجوز ما يحسون بقيمته في ذلك الوقت؟ نعم يجبون يشتغلون. حقيقة هو كان قسم برامج الأطفال، وللأمانة أقولها في ذلك الوقت في 85 كان شلون أي مخرج معاقب أي موظف معاقب يخلوه قسم برامج الأطفال. هاي قاعدة حتى تكمل ضوجته ويجيها. نعم ما قبل همنا صارت مشكلة وياه ورجعنا والأطفال قاموا يبكون. فقال لي أبغى أحدد لك واحد آخر يوم الاثنين. فالأطفال قالوا بعد ما نجيك أبدا، فاضطريت جيت وحدي. نعم خلوا لي مخرج اسمه الله يرحمه اسمه كريم حمزة. هذا كان يخرج أغاني بداية كاظم الساهر، أول أغنية ثاني أغنية كان بداية كاظم، كان هو في الأغاني إله. وقال لي قال لي أنا سمعت أنت مخرجة سبب لها مشكلة ومخرج ما راضى عنك، يعني فقال شو العلاقة؟ كان مجرد رسام يعني طيني مجال خليني أبدأ. قال لي من أقول لك مونتاج ماكو، غلطة ماكو، موسيقى ماكو، هاي عقوبات عقوبات. تجرب البرنامج جرة واحدة زين
تقبل 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 يا عمي اقبل اقبل يا ابي اقبل لا مونتاج وضاحكم زين. وبالفعل قعدت قدامي وبدينا التصوير وبدل البرنامج 35 دقيقة وراح سلم الشريط. كان قبل الشريط مو مثل هذا صغير، كان الشريط يسموه 1 انش 2 انش شريط كلش كبير. نعم. فسلمه للأستاذ طارق الحمداني، وطارق الحمداني وداه للفحص وداه للمدير العام الشريط وقال اوكي خلي ينزل البرنامج. وبالفعل نزل البرنامج اتذكر يوم 15 كان يعني عطلة صيفية 1985 نزل البرنامج. نعم. ونفس الأسبوع بدأت توصلنا تقريبا 300-400 رسالة من الأطفال مع رسوماتهم فعلاً. واستمر البرنامج في تلك الفترة، ولكن بالتقرير اللي ذكرته اليوم حضرتكم نعم ذكرت كتاب أنا حقيقة حتى البارحة أشتغل به نعم. اسمه المر وسنوات الحنظل. نعم. بالفعل يعني مرارة جدا في هذا المرسم خلال 33 عام. يعني صور بدأ البرنامج لمدة شهر. نعم. وأنا فرحت بي والأطفال يفرحوني ونطلع بالزوراء، جيت فنانة معروفة. نعم. راحت قبل على المدير العام قالت له شلون برنامج الرسم يتعلم الرسم مفروض ما حد يعلمه. فرأس المدير العام ما له علاقة رجل كتب رسم يتوقف البرنامج فورا. هذا وراء مضي شهر واحد دوري. نعم نعم. يعني هاي المحاربة طبعا. وهذا المر اللي جرعته حضرتك أكيد يعني زيد عزيمتك إنه تستمر وترعى المواهب وترعى الطفولة بهذا المجال. وشنو الفائدة إذا برنامج يلغي وراء شهر يلغي البرنامج يتوقف؟ لا شنو إجراءك أستاذ؟ زين طارق الحمد لله الرجل ما يقدر يحشي المدير العام، كان في ذاك الوقت المدير العام مخيف حقيقة. نعم. دبلوماسي السامرائي مخيف. فراح جبت أدلة، حصلت على كتاب مال دافيشي شوية على الأطفال، مايكل أنجلو، روبنز، رام براند، المدرسة الانطباعية شلون يتحدثون عن الطفل وتعليم الطفل. حلو. وكتبت تقرير كامل يتلعب الدنطين المدير العام. بالفعل وصلوا المدير العام كتب يعاد البرنامج مرة أخرى. الحمد لله. ونعاد البرنامج. واستمر. نعم. ما شاء الله عليك وعلى هذا الإصرار أستاذ خالد. هو هذا يعني ومثل ما ذكرت إنه البرنامج كان متابع من الكبار وليس فقط من الصغار. يعني أتذكر إحنا وأهلنا نقعد ونتابع. نعم. ونخلي ورقتنا ونبدأ نرسم ونسابق إنه نوصل لك اللوحات عن طريق ساعة البريد. ما كان أكو مثل اليوم يعني وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا خلينا نتحدث وننتقل إلى الموصل الحبيبة، إلى هذه المحافظة محافظة نينوى. وذكرياتك إحنا في لقاء سابق قبل البرنامج تحدثنا وقلت لي ترك الحديث إلى البرنامج، فراح أسمع منك ذكرياتك بالموصل أم الربيعين. والله كان صديقي الرسام العراقي الكبير المبدع نجيب يونس من أهل الموصل من حي الزهور. نعم. وهذا طبعا يعتبر فنان عالمي فعلا من الرواد. نعم من الرواد حقيقة، ورجل محترم يحب الفن وحقيقة رسام عالمي يعني خلاص فعلا اسم يعني كبير، اسم كبير في عالم كبير الفن. يعني نعم اسلوبه خاص نعم 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 كان محارب حقيقة، كان من مركز الفنون محارب، محارب من عدة فنانين كان يتفوقهم. فأنا الوحيد كنت معه، كنت أكتب عنه بالصحافة دائما، ومن قام معرض في بغداد أنا الوحيد اللي اهتميت بالمعرض وكتبت عنه كل شيء هواي حقيقة. جميل. فكنت دائما أذهب، كنت دائما أذهب إلى الموصل حي الزهور يا من الأستاذ نجيب يونس. في أحد المرات في عندهم فندق اسمه اعتقد فندق الموصل، عملت احتفالية كبيرة في هذا الفندق وجو أطفال كثيرين وسجلنا أجمل حلقة فيها الحدائق. نعم. الله الله. وحلوة كانت. ورحنا إلى الغابات حقيقة، الغابات كذلك سجلت حلقة هناك جميلة واللقاء مع الناس ويحبون حقيقة كل أهالي الموصل. مرة أخرى ذهبت مع زميلتي العزيزة نسرين جورج. نعم. كانت رئيسة القسم، فاختارينا نروح للموصل أنا وياها حتى نسجل حلقات. وبالفعل ذهبنا إلى
أظن فندق اسمه الأوبري. نعم. أوبرا الأوبري ما أعرف. أوبروي نعم فندق نينا وأوبروي. نعم فندق كبير. هذا الآن باقية بقايا من الفندق يعني أيضا تعرض للدمار و. حرامات شاهدنا جميل. نعم نعم. جميل جدا هذا الكلام حكيت يعني بال 1990. نعم كانت الموسم في ازدهار فني وثقافي الله. كبير وجمال نعم. إن شاء الله ترجع إن شاء الله الآن بدت بمهرجانات جديدة ونعم إن شاء الله طيبين أهل الموصل طيبين بشكل لا يصدق صدقيني وأقولها لأول مرة عندما كنت أمشي بالليل بالموصل أمشي بالليل وأصعد التاكسي ماكو أبو تاكسي أخذني عندي كروة أطباقا أجرة نهائيا يقول أنت الأستاذ خالد أنت جاي هنا إلا تجي معاي البيت إلا عشاك إلا والله الكرم اللي شفته بالموصل لم أراه في حياتي أطلاقا صدقيني. نعم هم هي مدينة تمتاز بكرم وضيافة أهلها وبشهادة اللي يزورها يعني سواء كان أول مرة أو بعد ألف مرة هي نفس الضيافة نفس الوجوه الباسمة اللي تستقبل الضيوف. أيضا أستاذ خالد أكيد تحياتنا ست نسرين جورج إن شاء الله أيضا يكون اللقاء معها وحول برنامجها اللي كان أيضا كل يوم خميس وما ننسى سينما الأطفال. اليوم الموصل أيضا بيها أطفال هواة كثر بمجال الرسم أيضا إن شاء الله نتمنى تكون لك ضيافة خاصة برعاية راديو الغد وتزور الموصل نزورها سوية ويكون لقاء مع الأطفال وأيضا تكون عودة لجزء بسيط من ذكرياتك إن شاء الله بالموصل. إن شاء الله إن شاء الله يعني أشياء لا تتحقق دائما أكو بالحياة كنت أعرف أن أكو مثلث هذا المثلث دائما القمة الأعلى. نعم. المثقفين والأطباء والمحامين والفنانين دائما في الأعلى يبدأ النزول في هذه القمة إلى يوصل بالقاعدة قد تكون الآن اللي مع الأسف القمة أصبحت مقلوبة الأمور لا تتحقق إلا في الأمن والأمان والإزدهار وتقييم الفن العراقي واحترام الطفل. نعم. على شنو الفائدة أسوي لقاءات في الأطفال هو طفل أشوفه يبيع مي بالشارع أتألم عن شو طفل يسول يعني أو يبيع يعني إذن أكيد إحنا نضم صوتنا صوتك وتبقى للطفولة وعالم الطفولة أيضا بصمة كبيرة في تنمية أي موهبة. نحب نسمع من حضرتك رسالة توجهها إلى كل الرعاة للأطفال إلى كل الآباء والأمهات خصوصا إذا كانت هناك بذرات لموهبة من المواهب في نفوسهم سواء في الأدب أو القصة أو الرسم أو الموسيقى. تفضل أستاذ خالد. شوفي احنا دائما نحمل وزارة التربية وحتى قبل اسبوعين سووا لقاء وياي بالعراقية حكيت على موضوع وزارة التربية واظل اكرر ترى الطفل مظلوم بالمنهاج. المنهاج الان هو منهاج لا يصلح صدقيني انا وانتي او انا لرجل كبير تعلمنا على القراءة الخلدونية. نعم. القراءة الخلدونية كتبها ساطع الحصري. نعم. ساطع رجل محترم أبو خلدون كتب هاي القراءة الحلوة الجميلة فعلا. إلى متى يبقى البعير على التلي دار دور نار نور بوق حلوة الكلمة. بوق أستاذ خالد تتذكر كلمة بوق مو بالطفولة مالتك اللي رسمتها وخطيتها أول كلمة كتبتها حضرتك على صبورة نعم. تعلمناها من خطها للأمانة خطها الأستاذ هاشم الخطاط عميد الخط العربي يعني عالمي الخطاط هذا هو اللي قام خطها. نعم. زين منو رسمها رسمتها ملية ألماني اسمها ترودي كلمات كل مواصفات الصحيحة للتعلم في هذه القراءة. صح. لماذا أغريت قراءة الخلدوني ليش شقيتوها ليش ما أدري 6 سنوات أدى قابل وزير التربية حتى يقول له يا معود رجع القراءة. نعم. أنت تذكرين كان يوزعون قواعد الخط العربي بخط هاشم على المدارس فعلا. من صف الأول ابتدائي إلى السادس حتى الخط يتقوى صح حتى الكتابة الصوتية
شنو الفائدة الآن صف سادس ابتدائي ما يعرف يكتب اسمه؟ فعلا يفرق الطعن. لو أزيدك من الشعر بيت أستاذ خالد، يعني مستويات كبيرة على مستوى تخرج جامعات تشوف خطهم ركيك، يعني سواء كان في شهادات عليا أو شهادات دنيا تشوف هو اسمه يكتبه بطريقة ما تقرأ، فكيف يعني الباقين بالمراحل الابتدائية؟ فعلا درس اللغة العربية، درس المطالعة، هذه درس الفنية اللي كانت لبصمة بالمعارض، وأيضا التواصل الثقافي عفوا بين المحافظات، المشاركات الدولية، يعني اليوم هذه كلها غابت. ومثل ما تفضلت رسالتك كانت لوزارة التربية، أيضا وزارة الثقافة أستاذ خالد جبر بعد هذه المسيرة الكبيرة لحضرتك، وأيضا يعني الفترة اللي عشتها بازدهار معين للثقافة والفن في العراق في الماضي، حدثنا عن اليوم هذا الانحطاط بهذا المستوى الثقافي لأولادنا ومستقبل أجيالنا القادمة. تفضل. والله الثقافة لم يكن لها أي دور بالثقافة حقيقة. نعم. كان الفن العراقي مزدهر، كان الرواد الفن العراقي كان يصل إلى العالمية، جواد سليم وأدنى فائق حسن، أدنى نجيب يونس، عمالقة بالفن. نعم. وينكو فن الآن؟ كان 17 قاعة لوزارة الثقافة بس على أبو نواس، قام المعارض والناس تجي وتشتري لوحات. الآن ولا قاعة على أبو نواس، ولا عندنا أي قاعة للعرض، بينما اللوحات الفنية الآن لوحات، يعني أنا عندي هسه 500 لوحة بمرسي مزوري في اليوم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشرف أستاذي إن شاء الله. الله يخليك. والله 500 لوحة يعلوها التراب. وحتى راح أكرر مرة الأخيرة أقولها، أفكر أحرق هذه اللوحات. لا 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 هسه لا راديو الغد لا لا إن شاء الله نزورك وتكون أيضا وقفة معك. لا لا إن شاء الله الحياة مستمرة، وخالد جبر اسم كبير، ولكن لمن اللوحات للتاريخ أستاذ، هم دائما الفنان العراقي من موجود بحياته ما إلى أي قيمة وأي اعتبار، لكن تشوفه عندما يهاجر عندما يسافر تكون له ذكريات وبصمة في بلده ويستذكر مع الأسف. إن شاء الله إحنا نتأمل القادم على مسيرتك وعلى هذا الحب للطفولة والاهتمام بعالم الطفولة، أن تستوقف وزارة التربية وأيضا وزارة الثقافة إن شاء الله. وأيضا إحنا نضم صوتنا صوتك أستاذ خالد ونسمع منك كلمة أخيرة لبرنامج فيحة على الهواء ولمستمعي راديو الغد عبر أثير راديو الغد. تفضل. والله أنا أشكركم على هذه الفرصة الجميلة منحتوا لي اياها وخليتوني حقيقة أتحدث بكلمة الحق. ولو أنا قلت لك في البداية أنا اتبعت سياسة الصمت أفضل، لأنه ماكو فائدة. يعني مثل ما يقول أبو العلاء المعري، لما رأيت الجهل بين الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إنني جاهل. يعني الحمد لله احنا محظوظين، انا من اتصلت بحضرتك ولبيت دعوتنا، هذا فضل كبير يعني. وايضا هذه الشهاده اللي حضرتك وهذا الكلام الراقي، احنا نبقى ندق على وزاره التربيه وايضا نوثق هذا اللقاء ويكون ان شاء الله صدى كبير في الوزارات الاخرى ان شاء الله. خلي وزاره التربيه تنظر بعين الرحمه والرأفه الى الطلاب، كافي هالمناهج البائسه، مناهج مؤذية. التلميذ الآن بالمدرسة قاعدين ستة على رحلة، المعلمة الضربة، المعلمة تبصة، يرجع للبيت أم الطالب هم تبصة، تعلمه هم تبصة، يعني شديش الضرب هذا؟ هو الضرب صحيح؟ يعني الآن الطفل مالنا بين المطرقة والسندان، بين المعلمة الضربة ويرجع للبيت أم هم الضربة على أساس يتعلم، وهذه الكارثة. وأنا أشكركم جزيلا. لا إن شاء الله، يعني لو خليت قلبت وأنت في حياة بسيطة وفي طفولة بسيطة استطعت أن تكون نجم في سماء العراق أستاذ خالد، فإن شاء الله إحنا دائما نقول المحن هي اللي تخلق الرجال وتخلق المواهب، ودائما نسمع إن شاء الله أخبارك الطيبة وسعداء بتواجدك معانا اليوم، وأنت وسام أيضا يضاف لبرنامج فيحاء على الهواء، وإن شاء الله نلتقيك وأنت بصحة وعافية ومتفائل بالقادم أستاذ خالد. تحياتي لكل الكادر، تحياتي لكل الكادر.
تحياتنا لك. الله الله يسلمك، شكرا جزيلا.